أجهزة مراقبة وسيطرة دقيقة للغاية. وفي الحقيقة هناك طواقم متطورة جدا تدير هذا النوع من الطائرات التي تعتبر فوق التكنولوجيا وتعتمد على تكنولوجيا فائقة جدا، وأيضا هي مدعومة بسيطرة من الأقمار الصناعية والمحطات الأرضية، وهذا هي تمثل قمة التكنولوجيا الأمريكية. وهذه التكنولوجيا لا تمتلكها سائر الدول، بل هي إنجاز العلمي الكبير سوف يتوضح في الأيام القادمة من خلال التقنية والقدرة التي تمتلكها الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فإنك إذا امتلكت تكنولوجيا فإن الأصعب من ذلك هو التكنولوجيا المضادة لتلك التكنولوجيا، وهذا ما أثبته خبراؤنا الأكفاء في قوات الحرس الثوري، وأثبت مصداقية وصدق تحذيراتهم.